من القاهرة الأستاذ فيصل المجيدي وكيل وزارة العدل اليمنية. أستاذ فيصل أهلا بيك. يعني خلينا نشوف المطالب للمضربين يعني والمعترضين، هل يمكن تتحقق في ظل هذه المنظومة التي يعني أنت أدرى بها، تلك المنظومة العدلية التي يسيطر عليها محمد علي الحوثي؟ لك التحية أستاذ محمود. تحياتي أستاذ فيصل. الحقيقة أنها هي المطالب الأدنى التي يمكن تحقيقها على الأقل يعني إعطاء ميليشيا الحوثي نوع من الوجه حتى لأدواتها. طبعا نحن في البداية نقول بأننا عندما نتحدث عن إجراءات نحن لا نقر ولا نعترف بأي إجراءات قامت بها ميليشيا الحوثي، بل أننا في الأساس لا نعترف بكل الكيان، ومن ثم فإن هذه المطالبات الحقوقية المشروعة للقضاء وللمحامين تندرج في إطار مناصرة حقوقهم، على اعتبار أن ميليشيا الحوثي قامت بإنشاء كيانات غير دستورية وهي كيان بحد ذاته غير دستوري. ميليشيا الحوثي في الأساس سجلها أسود فيما يتعلق بانتهاكات لكافة المؤسسات ولمنتسبيها، وعلى رأسها طبعا مؤسسة القضاء التي يراد أن تكون مجرد ممثل لميليشيا الحوثي، تصدر الأحكام التي تأتيها وليس وفقا للقانون. لهذا نقول دائما بأنهم قاموا بتغييرات مفصلية، ومن ثم أرادوا أن يذهبوا حتى إلى الشخصيات التي لم تعد داخل دائرة الحكم، وإنما لديها احترام كبير في الشارع، إذ يذهب إليها الناس طوعا بعد أن تم تدمير المؤسسات القضائية. طبعا جناحي العدالة، عندما نتحدث عن نادي القضاء وهو مؤسسة غير رسمية ولكنها منتخبة من القضاء كنقابة ممثلة لمطالبهم، وكذلك نقابة المحامين باعتبارها ممثلة أيضا للجناح الآخر وهو جناح المحامين المدافعين عن الحقوق والحريات، هاتين النقابتين أصدرتا بيان مشترك تطالب حقيقة إزالة ما يسمى بالمنظومة العدلية التي يمثلها محمد علي الحوثي والتي أنشئت في 2018، وهي في الأساس دخيلة على كل الأنظمة ولا يوجد لها حقيقة أي تنظيم قانوني أو دستوري، لكنها تعبر عن العقلية الحقيقية لميليشيا وعصابة تريد أن تتلفع بهذه المؤسسات حتى تتحول إلى دولة، لكنها لم تستطع باعتبار بنيتها عنفية، باعتبار أنها تعتمد على الفوضى وتتأبط الشر لكل المواطنين اليمنيين. تفضل أخي. طيب يعني بالنسبة لي، هل يستطيع القضاء المضربون مواصلة إضرابهم في تعز وإب وصنعاء وصعدة، أم سيجبروا يعني من قبل الميليشيات على ممارسة عملهم ومن يرفض يقتل؟ هذا سؤال مهم. في الحقيقة أن هذا الأمر هو أقل الحقوق التي يمكنهم أن يقوموا به، لأنه سبق أن قامت أطراف محسوبة على ميليشيا الحوثي باغتيال رئيس محكمة في وضح النهار وابنه، وهو القاضي في 2015 عفوا، وهو القاضي أحمد العنسي رئيس محكمة بني الحارث في العاصمة صنعاء، وتعددت عدة انتهاكات من اختطاف القضاة، من جرحهم، من إخفائهم وإقصاء لكل الكوادر القضائية، لأن حقيقة هناك قضاة أحرار يرفضون التماهي مع ميليشيا الحوثي، يرفضون الانسجام مع جماعة، يرون بأن العمل تحت راية الفوضى لا يمكن أن يتحقق، وهم يمثلون الدستور والقانون اليمني، وبالتالي ليس لهم إلا هذه الفرصة. وبالمناسبة مطالبتهم يعني عادية جدا، يعني يطالبون بحل هذه المنظومة كما ذكرنا، يطالبون بمحاكمة قتلة القاضي محمد حمران، مع أن أصابع الاتهام في الأساس تتوجه إلى المنظومة العدلية باعتبار أنها استأجرت أبواقا إعلامية لمهاجمة القضاء ولمهاجمة القاضي حمران، كما قلنا اغتياله معنويا وتشويه سمعته، ثم بعد ذلك التبرير لعملية القتل. لا شك أن المجتمع تفاعل بالفعل مع إضراب القضاء، ويحدثني القضاء من الميدان أن نسبة النجاح للإضراب حتى هذه اللحظة على الأقل وصلت إلى أكثر من 90%، لأن القضاء الآن بدأ
بدأوا حقيقة يتحسسون رؤوسهم، حتى الذين انخرطوا الآن مبرراتهم ضعيفة. ومجلس القضاء كما أشرت أخي الكريم الذي هو معين من قبل ميليشيا الحوثي والذي يدار من عبد الملك الحوثي ومحمد الحوثي رأسا، لأنهم يرون أنه الواجهة الشكلية لتصرفاتهم سواء من خلال إعدامهم للمعارضين أو من خلال مصادرتهم للأموال من خلال ما يسمى بالحارس القضائي، حتى هذه الأدوات لم يتركوا لها وجها. وبالتالي مجلس القضاء يريد أن يرفع هذا الحق البسيط وهو الإضراب. أستاذ فيصل المجيدي وكيل وزارة العدل اليمنية، أستاذ فيصل شكرا جزيلا لك.